بالفخامة. لقد آن الأوان كيما أسلم الرئاسة إلى رئيس الداخلي الاتحاد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. أدعو عوان المراسم أن يتكرموا بمرافقة الرئيس الداخل إلى المنصة كيما يتولى الرئاسة. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية ان انا قبل ما اقول كلماتي اليكم ان انا اتوجه لكم جميعا بكل التحية وبكل التقدير وبكل الاحترام، واتوجه للشعوب الافريقية كلها بابلغ المعاني الجميلة والامنيات الطيبة لهم. مساء الخير على كل اصحابنا وحبايبنا اللي دايما بيتابعونا على شاشه قناه تان تي في وبرنامج كلام البنات. مساء الخير يا نرمين. مساء الفل عليك يا ساره، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام كويسه. مساء الخير والفل والياسمين على كل بنات وستات مصر. هفضل اعتذر كده لغايه لما صوتي وارجع يعني لطبيعتي لان دور البرد رهيب جدا. يوم جديد وحلقه جديده، اول حلقه في الاسبوع النهارده، وعندنا حاجات كتير جدا. عندنا ايه؟ انا عايزه اقول بس الناس الدنيا سقعت جدا جدا بره، احنا معديين من قدام باب القناه عشان داخلين الاستوديو، الجو بقى برد اتقلب 180 درجه، فخدوا بالكم وانتوا نازلين دلوقتي ما تعتقدوش ان الجو حر فتنزلوا وانتوا مخففين. النهارده يوم هيتسجل في تاريخ مصر. النهارده مصر استلمت رئاسه الاتحاد الافريقي لاول مره منذ انشائه في عام 2002. الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح سياسيا ودبلوماسيا في اعاده مصر لعمقها الافريقي، وهيبدا من النهارده ولمده سنه في ترتيب البيت الافريقي من خلال عدد من المحاور التنمويه، طبعا هدفها الاول والاخير هو النهوض بالقاره السمراء. هنتكلم اكتر عن العلاقات الثقافيه بين مصر والدول الافريقيه بعد شويه، هنعرف تفاصيل كتير جدا جدا تخص المرحله القادمه والإنجاز العظيم ده. يعني مرة تانية طبعا بنبارك لسيادة الرئيس وبنبارك لمصر على استلامه رئاسة الاتحاد الإفريقي لأول مرة منذ إنشائه من 2002. ألف مبروك لمصر. طيب خلونا كمان هنتكلم عن مشروع قانون جديد عامل جدل كبير جدا طبعا على السوشيال ميديا من ساعة ما تم الإعلان عنه، اللي هو ايه؟ قانون بيطالب بايه؟ بيطالب بحبس الزوج اللي بيتجوز على مراته وما يقولهاش قد ايه بقى؟ 6 شهور. طيب يا ترى المجتمع هيوافق على قانون زي ده ولا لا؟ انا ما اعرفش، يعني هي هتبقى في الفقره معاكي انت، بس
هل متهيأ لي هو بيبقى فيه غرامة أو في حاجة؟ يعني هو اوريدي فيه الكلام ده موجود في القانون دلوقتي، مش موجود؟ طيب هو مش موجود، بس يعني عبير بتقولي مش موجود، هو المفروض ان المأذون بيعلن الزوج. طب هو ثانية واحدة، هو لو هي ما اعلنهاش بيبقى انت لي في غرامة للمأذون متهيألي، صح؟ تقريبا. طيب يعني انا مش فقيها قوي الحقيقة في الحكاية دي، بس اللي عايزة اقوله انه الموضوع يعني عامل جدل فعلا أوي. وهنشوف الناس رأيها ايه، وهنعرف طبعا من ضيوفنا النهاردة كمان رأيهم ايه، فتابعونا فقرة مهمة جدا. تاني الست مش تبقى عايزة ان جوزها يتسجن 6 شهور وعايزاه مؤبد يعني مدى الحياة، بس فكرة حلوة. يعني هنسمع برضو آراء الناس ونشوف كده آراء ضيوفنا إيه إن شاء الله. أكيد كمان هنتكلم النهاردة ونسمع المطرب الشاب أحمد الأمير اللي شفناه بيغني قدام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي 3 مرات، وكمان بيأدي على فكرة دور العندليب عبد الحليم حافظ في مسرحية سيرة الحب اللي تتعرض على فكرة دلوقتي على مسرح البالون. هنسمع شويه مزيكا بقى يعني النهارده كمان، فدي حاجه حلوه. انا بحب هو كمان عامل اغنيتين في فيلم ساعة رضا، ويمكن بالمناسبه دي عايزه ابارك لصديقي العزيز طارق صبري على بطوله هذا الفيلم. يعني انا ما دخلتوش، بس كل الردود الافعال بتقول ان الفيلم حلو قوي. احمد عامل اغنيتين في الفيلم ده، واكيد هنسمعهم النهارده برضو في الحلقه. طيب خلونا دلوقتي نشوف تقرير عن بطوله كره القدم للشركات العقاريه، واللي اتعملت بالتعاون مع الاتحاد الدولي للشركات برعاية إعلامية طبعا من قناة تل. البطولة بيشارك فيها فئات عمرية الحقيقة مختلفة من موظفين الشركات في البطولة اللي بتقام في نسختها الثانية. تعالوا نروح نشوف التقرير، وبعد التقرير نطلع لفاصل. بعد الفاصل قراءة في ملف العلاقات الثقافية ما بين مصر وإفريقيا، لكن بعد الفاصل. بطولة كرة القدم للشركات العقارية تواصل فعاليتها بالتعاون مع الاتحاد الدولي للشركات وتحت رعاية إعلامية من قناة تن بمباريات كرة قدم بين مختلف الأندية. بنحاول بقدر الامكان ان احنا ننجيج او ندخل الموظفين في حته كره القدم بقى، ان هم يعيشوا اللايف ستايل بتاع لعيبه الكوره. فعاملين بطوله للشركات العقاريه، وبعد كده هنعمل بطوله للبنوك، وبعد كده المفروض ان احنا ان شاء الله داخلين نعمل بطوله للشركات اللي هم الاف ام سي جيز او اللي هم بقى الاكل والشرب وهكذا. احنا للمره الثانيه نلعب البطوله دي. المره اللي فاتت كان ما كناش جاهزين خالص، ما كناش مستعدين خالص، خسرنا 3 ماتشات سكور 3 مرات ورا بعض. فالمره دي الحمد لله احنا احسن شويه وكسبانين ماتشين الحمد لله بسكور. البطولة بيشارك فيها فئات عمرية مختلفة من موظفي الشركات، وده من أجل منح فرصة للمواهب لتطوير مهاراتهم وسمتهم الشخصية والبعد عن ضغط العمل وخلق مجال تنافسي بين موظفي الشركات. الإيفنت كانت فكرته من رئيس الاتحاد الدولي للشركات محمد فاروق صاحب شركة سبورت إكس، إنه يقدر يجمع الشركات العقارية في إيفنت محترم زي ده عشان يطلع بالمنظر الكويس. و هي فكرته جايه ان انت بتحاول كل موظف او كل فرد في شركه ان هو ينمي او يكبر الجزء الاجتماعي ما بينه. فكره القدم دي لعبه جماعيه، فبالتالي انت بتحاول تشارك افكارك، تشارك ادائك، تشارك روحك مع فريقك في الملعب. فكره عبقريه جدا، فكره بطوله الشركات العقاريه، وطبعا بتدي فرصه اكبر جدا على مستوى الماركتنج وعلى مستوى انتقاء الشركات. فرق كتير بتتنافس وسط أجواء حماسية في البطولة اللي بتقام في نسختها الثانية، وسط مباريات وأجواء فنية وظهور مهارات هتسهم في ريادة الرياضة المصرية. رجعنا لكم مرة تانية في استوديو كلام البنات. النهاردة يوم استثنائي في تاريخ مصر، وتحديدا في مصر الأفريقية. مصر اللي كانت رائدة وحاملة لواء تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية في الستينات، النهاردة استلمت على إيدين رئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي لأول مرة منذ تأسيسه في عام 2002. مكسب جديد قدر يضمه الرئيس لحزمة إنجازاته السياسية والدبلوماسية، دليل واضح على ثقة الاتحاد الأفريقي في قدرات مصر ورئيسها، ورغبة منهم كمان في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي للقارة السمراء. خلونا نتعرف
اكثر على العلاقات الثقافيه بين مصر والدول الافريقيه، خصوصا دوله اثيوبيا اللي بتحتضن القمه الافريقيه. من ضيفتي اللي منوراني النهارده في الاستوديو دكتور اماني طويل، مدير البرنامج الافريقي بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجيه. دكتور اماني اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي. اهلا بيكي. طبعا في البدايه عايزه يعني اعرف او اخد منك تعليق على الانجاز المصري في رئاسه الاتحاد الافريقي طبعا اللي تسلمه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. هي مصر الحقيقه بتمثل اقليم شمال افريقيا في رئاستها للاتحاد ده، وهي تقدمت بالترشح وتم انتخابها بالاجماع لترأس الاتحاد الافريقي في 19. مصر قبل كده ترأست منظمه الوحده الافريقيه اللي هي كانت المؤسسه الافريقيه قبل الاتحاد الافريقي في نهايه التسعينات، وبالتالي دي مش اول مره احنا نترأس المنظمه القاريه. دي حقيقه. ترأس للاتحاد الافريقي بيكون تنفيذ الرئيس لاجنده متفق عليها. طبعا من المحتمل ان الدوله الرئيس تعطي رؤى خاصه لبعض الاشكاليات او المشاكل او القضايا المعروضه على الاتحاد، لكن في النهايه هي ملتزمه باجنده الاتحاد. الحقيقه ترأس مصر في الفتره دي له معنى كبير، لان مصر مهتمه بالعلاقات البينيه بين الدول الافريقيه ومهتمه بمساله البنيه التحتيه. وكلا الاهتمامين هو محل اجماع افريقي ايضا في اجنده الاتحاد الافريقي 1363. وبالتالي هنا في المصالح الافريقيه المشتركه بتساند بعض حتى تعود بالفائده على الجميع. حلو جدا. دكتور اماني لو جيت سالت حضرتك عن ابرز واهم الملفات اللي هيتطرق ليها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تولي المنصب، لو بالترتيب نقول مثلا ايه اهم الملفات وابرزها؟ الملف التنموي، يعني الملف التنموي ملف بيحظى باهتمام كبير من جانب مصر ومن جانب الرئيس السيسي، على اعتبار ان هذا الملف هو احد مداخل مكافحه الارهاب والتهديدات الامنيه. لان المدخل الامني الحقيقه ليس كافيا، دايما يبقى في ملفات يعني مداخل اخرى. المدخل التنموي ده مساله مهمه جدا، لان الحقيقه ان دفع قدرات اي دوله افريقيه تنمويا يعني القدره على قيامها بوظائفها، واهم الوظائف في مجال مكافحه الارهاب هي مراقبه الحدود. يعني احنا بنتمتع الحقيقه بامان لحدودنا لان حدودنا مراقبه، متصورين ان الوضع ده وضع عام، لا الوضع ده مش وضع عام. في بعض الدول طبعا في جميع البلدان دكتور طبعا في بعض الدول لا تسيطر على حدودها، وده سبب من الاسباب الرئيسيه لحاجتين في افريقيا، لارتفاع وتيره التهديدات الامنيه، وجود ظاهرة الإرهاب، وأيضا وجود ظاهرتي الهجرة الشرعية والجريمة المنظمة. أحيانا القدرات الاقتصادية للدول بتخليها تقصر، قدرتها تقصر عن مراقبة حدودها، قدرتها تقصر عن السيطرة على كامل ترابها الوطني، وبالتالي دعم هذه الدول، دعم اقتصادات هذه الدول عبر التنمية مسألة مهمة جدا وبتصب بشكل رئيسي في محاربة الإرهاب. صحيح حضرتك حق. كمان لو جينا نتكلم عن أهم وأبرز البلدان الأفريقية اللي ارتبطت بمصر أو بالتعاون مع مصر ثقافيا، هيكون إيه هم البلدان دول؟ لا شوفي، في قبل الاستعمار الفرنسي والإنجليزي والبلجيكي وغيره لإفريقيا والإيطالي كانت افريقيا دي تعتبر وحده واحده. يعني احنا اولا كانت افندم ما كانتش مقسمه، واحنا الحقيقه من كام يوم اطلقت موسوعه تاريخ افريقيا العام، وهو تاريخ افريقيا ما قبل الاستعمار، وهذه الموسوعه موسوعه كبيره طبعتها دار الكتب واطلقها واعلن عنها مركز دعم القرار في افريقيا مجلس الوزراء. لا في مجلس الوزراء. مجلس الوزراء. والموسوعه دي ترجمها المركز القومي للترجمه وطبعها دار الكتب. وفي دور الحقيقه لوزاره الثقافه في هذا المجهود، وهذه الموسوعه تثبت بما لا يدع مجالا للشك إن هذه القارة وحدة واحدة تاريخيا. يعني أفريقيا كلها كانت وحدة بترتبط مع مصر ثقافيا.
ثقافيا وتجاريا، لان احنا كان عندنا طريق دراو تومبوكتو. تومبوكتو هي عاصمة المال والاقتصاد، كانت في افريقيا اللي هي في مالي، ودراو هي يعني مركز في أسوان. نعم. فارتبطت مصر بكل غرب إفريقيا عن طريق دراو تومبوكتو، وارتبطت بالسودان عن طريق درب الأربعين. طبعا احنا هنا بنتكلم عن الارتباطات التجارية، هذه الارتباطات التجارية بتحمل معاها مدخلات ثقافية، يعني الناس اللي بتتاجر دي، التجار اللي الراحلين دول بينشروا الإسلام وبينشروا الثقافة، فحصل نوع من أنواع التفاعل. دايما اللي يبرر لك ان مثلا زي ما في شمال افريقيا ما يسمى بالسيره الهلاليه، في شرق افريقيا برضو سير على نفس النمط اللي حاصل في السيرة الهلالية. خليني أقول إن الثقافة الإفريقية أو الثقافات الإفريقية، أولا أنا عايزة أنوه إن وزارة الثقافة المصرية بتعقد كل عامين مؤتمر للثقافات الإفريقية. أيوة صحيح. عقد في القاهرة عدة دورات، العام الماضي عقد في أسوان، وهو مدرج على أجندة وزارة الثقافة في 2019 إن شاء الله في نوفمبر. إحنا دايما بنغطي دايما المجالس دي أو المؤتمرات. لا، مؤتمر الثقافات الإفريقية أنا أظن هو وحيد من نوعه في القاهرة، لأنه بيستضيف يعني المثقفين الإفريقيين طبقا لمنظومة. أنا عضو لجنة للمؤتمر، فإحنا بنطلق اسم المؤتمر وال يعني المفهوم بتاعه اللي احنا بنسميه الكونسبت نوت، وبعدين بيتقدم الناس بملخصات وبنختار من ضمن الملخصات دي. الحقيقة ساعدنا باستضافة ناس من كل أنحاء إفريقيا في الدورة اللي فاتت، وكانت دورة يعني ثرية إلى حد كبير. الدورة الجاية هتبقى دورة السياسات الثقافية للدول. دي هتكون إمتى دكتور أماني؟ في نوفمبر 19 إن شاء الله. في نوفمبر 19. كويس جدا. المؤتمرات دي الحقيقة بتفتح الباب واسع لاكتشاف مدى التشابه في الثقافات الإفريقية. مثلا الأمثال الشعبية. ياريت. يعني أنا مش فاكرة أمثال يعني، لكن أنت ممكن تشوفي مثلا أمثال شعبية متشابهة جدا فيما يتعلق بالوضع من المرأة. فيما يتعلق بالوضع من المرأة الوالدة، المرأة الحامل. يعني البيئة والتراث ممكن يكون متشابه بعض الشيء. متشابه لحد كبير. وفي أوراق الحقيقة قدمت في هذا المجال للمؤتمر. المؤتمر اللي فات أقصد. نعم. إحنا المرة الجاية هنناقش السياسات الحكومية الثقافية إلى أي حد بتجمع القارة كوحدة. صح. كان في مؤتمر من كام شهر كده، من 3 شهور أظن، في الجزائر لوزراء الثقافة الأفارقة، ومصر حضرت هذا المؤتمر. والحقيقة ده كان تابع للاتحاد الإفريقي، وتم إدراج مؤتمر الثقافات الإفريقية في يعني أجهزة الاتحاد الإفريقي على اعتبار أنه مؤتمر مهم. طول الوقت في تبادل ثقافات على مدار السنين اللي فاتت دي كلها، مؤتمرات يعني ثقافية شوفي بس كانت ضعيفة. خلينا نقول ان مثلا فرقة رضا كان لها دور مهم جدا في الستينات والخمسينات، الفنون كمان. الفنون طبعا الفنون كان لها دور كبير جدا في يعني التفاعل مع إفريقيا. بالضبط. طبعا ده أنا بتكلم هنا على الفنون، إلى جانب إحنا بنستضيف الحقيقة يعني رموز من الأسماء الكتير في إفريقيا في محاضرات في المجلس الأعلى للثقافة. أيضا هيئة الكتاب بتصدر سلسلة اسمها أفريقيات.
وأفريقيات بتنشر كتب مهمة حوالين إفريقيا في المجال الثقافي والسياسي والتاريخي والرواية. يعني احنا نشرنا من شهرين ثلاثة رواية لأديب سوداني اسمه صلاح البشير، اسمها مصرية في السودان. والحقيقة في معرض الكتاب اللي فات تقريبا الرواية خلصت. ده يقرب للرئيس السوداني أو حاجة؟ أفندم؟ يقرب للرئيس السوداني أو حاجة عمر بشير؟ لا لا ما يقربلوش. طيب أنا عايز أقول لك على حاجة، إنه من خلال قرايتي للعلاقات الثقافية بين مصر وأفريقيا اتضح لي إنه مصر كانت بتصدر لأفريقيا مدرسين ومعلمين عشان يدرسوا في مدارس أثيوبيا. الموضوع او المعلومه دي حقيقيه دكتور اماني ولا لا؟ طبعا مصر صدرت مدرسين وكتب ومناهج لافريقيا وللدول العربيه. يعني انا ليا اصدقاء تلقوا الاقلام الصفراء الرصاص، انت ما تفتكرهاش، لكن انا في جيلي كنا بنكتب بالقلم الرصاص في المدرسه. كنا بنكتب بالقلم الرصاص الاصفر. الاصفر اللي مكتوب عليه الجمهوريه العربيه المتحده. الاصفر لا ده موضوع تاني. والكراسات فطبعا مصر كانت بتعمل الدور ده، بتعمله طبعا في مناطق الاورومو لان الاورومو هم الناطقين بالعربيه. كنت لسه عايز اسالك برضو انه يعني هل هم كانوا بيطلعوا المدرسين والمعلمين اللي بيتحدثوا الانجليزيه ولا هناك يعني في حدود معلوماتي في مناطق الاورومو لانهم دول الناطقين بالعربيه. وفي كتير من الشعب الاثيوبي على فكره ناطق بالعربيه، يعني انت بسهوله جدا حتى في اروقه الاتحاد الافريقي وكده من الاثيوبيين يتكلمون العربيه. وطبعا احنا عارفين ان في 40% من سكان اثيوبيا مسلمين، وبالتالي العربيه لغه منتشره في اثيوبيا وفي كل شرق افريقيا الحقيقه. طيب خليني اسال عن الدور اللي لعبه الازهر الشريف في توطيد العلاقات الثقافيه بين مصر وافريقيا. خليني اقول انه زمان كان الازهر بيقدم دور كويس يعني الى حد كبير في هذه المساله، لكن مع يعني نمو التيار السلفي بشكل او باخر اثر احيانا على التأويلات الدينية، وده أحيانا حمله الأزهر يعني منفدي الأزهر في غرب إفريقيا خصوصا. فدي مسألة محتاجة مراجعة في الوقت الراهن. يعني لازم الموفد من جانب الأزهر يكون معد إعداد جيد ويكون عارف طبيعة الثقافة الموجودة في المنطقة، وفي نفس الوقت يكون تأويلاته للدين تأويلات صحيحة. عايز أعرف إزاي قدر الزعيم هيلا سلاسي إن هو يخلق مناخ من الثقافة والتعليم بين مصر وأفريقيا؟ من الثقافة والتعليم بأي معنى؟ يعني ازاي؟ طبعا احنا عارفين ان الزعيم هيلا سلاسي عمل دور مهم جدا في توطيد العلاقات الثقافية بين مصر وأفريقيا. لا. كان الدور ده كان عبارة عن ايه؟ لا شوفي هقول لك، الدور ده كان قائم على الكنيسة المصرية. كنيسة المصرية. كنيسة الإسكندرية. والبابا بابا الإسكندرية البابا المصري قبل انفصال طبعا الكنيسة الإثيوبية عن الكنيسة المصرية. لكن لحد دلوقتي الكنيسة المصرية الحقيقة بتقدم خدمات ورعاية للكنيسة الإثيوبية، وبتقدم خدمات ورعاية للمسيحيين الإثيوبيين الموجودين في مصر. وحتى بيكونوا ضمن برامج الكنيسة لزيارة الأديرة المصرية. نعم. فأنا أعرف إثيوبيين كتير عندهم رحلات منتظمة للأديرة المصرية. دي حقيقة. فأقدر أقول إن الدور الثقافي بشكل كبير حملته الكنيسة المصرية إضافة للمعلم المصري. صحيح، واستعانوا برضو بمدرسين ومعلمين من الكنيسة. طبعا لان هو اللي ادخل المسيحيه لاثيوبيا قس مصري. فيعني تاثيرات متبادله. بنت عارفه يعني انا اعتقد ان في مشتركات جينيه بيننا وبين اثيوبيا. لان انت لما تمشي في شوارع اديس ابابا تشوفي الوجوه المصريه يعني ببساطه شديده. مش هقول لك بقى الوجوه اللي انت بتشوفيها في شارع القاهره، مش اللي بتشوفيها كمان في اسوان، لا في شارع القاهره يعني. ففي طبعا، وطبعا تشوفي ملامح فرعونيه في طريقه الجمجمه الاثيوبيه. فيعني التلاقح الثقافي هنا بين الدول بعضها ببعض نتيجه، وانت عارفه ان احنا تاريخيا الدوله الفرعونيه وصلت لبلاد بونت
اللي هي الصومال، ومع تجارة الذهب اللي كانت بين مصر وبين هذه المنطقة حصل نوع من أنواع التفاعل اللي يبدو أنه هو تفاعل جيني أيضا، وعشان كده إحنا ممكن نشوف الوجوه الصومالية هي وجوه مصرية أو الإثيوبية أو السودانية. نعم، فني وثقافي. نعم، وتعليمي. شيء جميل جدا. صحيح. جدا. ختاما يعني تحبي تقولي النهاردة احتفالا برئاسة مصر الاتحاد الأفريقي دكتور أماني؟ أتمنى أن الإعلام يهتم قوي بفكرة دعم المكون الإفريقي في الهوية المصرية، يهتم قوي بتوعية الناس إفريقيا الجديدة بقى شكلها إيه، إيه التطورات الإفريقية، عشان إحنا عندنا صورة نمطية مغلوطة عن إفريقيا. ده حقيقي، بس أعتقد أن هي هيتم تصليحها الفترة القادمة. وبشكر حضرتك جدا على وجودك معنا النهاردة، وألف مبروك لمصر. طبعا مرسي جدا. الدكتور أماني طويلة، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، كلام النهارده عن رئاسه مصر الاتحاد الافريقي. كلام البنات طبعا لسه ما خلصش. فاصل وهنرجع مره ثانيه نسمع شويه طرب مع المطرب الشاب الجميل احمد الامين. دلوقتي بقى هنتكلم ونسمع صوت شاب مصري اصيل طلع الحياه بسرعه الصاروخ. شفناه بيغني قدام الرئيس عبد الفتاح السيسي 3 مرات، يمكن كان اخرهم في افتتاح قصر المناره. بيعمل دلوقتي دور العندليب عبد الحليم حافظ في مسرحيه سيره الحب اللي بتتعرض دلوقتي على مسرح البالون. هو ضيفي العزيز المطرب احمد الامير. احمد اهلا بيك. اهلا بيك، منورنا في كلام بنات. سيره بنات. غنيت يمكن 3 مرات زي ما قلت قدام الرئيس عبد الفتاح السيسي في اسماعيليه وفي القاهره، يمكن كان اخرهم قصر المناره، وهنتكلم عن ده بالتفصيل. لكن خليني اعرف بداياتك كانت امتى؟ لا هي بداياتي ودراستك وكده يعني. ماشي، بداياتي من فتره كبيره قوي في كليه التجاره جامعه عين شمس. تجاره مالكش علاقه بالغنى ولا الفن ولا اي حاجه خالص. يعني درست فتره كده دراسات حره عشان بس يعني يبقى فاهم الدنيا رايحه فين وجايه منين. اوكي، يبقى معاك شهاده يعني. اوكي. بس انا اصلا متخرج من تجاره عين شمس. دي كانت بداياتي في الغنى. تمام. يعني كنت بشارك في الحفله بتاعه الجامعه، المسابقات، الحمد لله كنت باخد مراكز. لحد بعد كده بفترة صغيرة طلعت، كان لسه قناة النيل اللي هي النايل لايف لسه. ما كانتش النايل لايف، كان اسمها النيل المنوعات. وكانت ده من زمان قوي، بس انت شكلك صغير جدا يا احمد. الحمد لله. وكانت رئيس القناة مدام سلمى الشماع. وايه؟ كانت رئيس القناة مدام سلمى الشماع. طبعا. الإعلامية الجميلة. ساعتها كانوا هم عاملين زي برنامج مسابقات في القناة وكده، ودخلت وكسبت. ده أيام الفترة بتاعت الفنان تامر حسني لما هو طلع ولا بعد تامر؟ بعد تامر بسنتين. اوكي. تمام. بس ويعني مدام سلمى جت بقى كرمتنا في الجامعة وعملنا لنا حفلة كويسة وكرمناها، وبدأت من هنا بقى أبدأ أعافر شوية مع الموضوع لحد ما جت فترة كده كان حصل لي ظروف فريحت شوية. بعدت عن الغنى اللي هي اللي هي فترة ثورة يناير. اوكي. حصل ضروب وحاجات كده في شغلي، فبدأت يعني بعدت شوية صغيرين لحد ما رجعني عمرو مصطفى الملحن الكبير طبعا، وصديقي احمد حسن راؤول الشاعر في تترات لراديو كبير موجود في مصر. انا اللي بغني التترات والفواصل بتاعت البرامج يعني. صوتك مميز جدا على فكره فيه. ربنا يكرمك يا رب. الحمد لله. اكتر حد كان واقف جنبك، كان بيدعمك، كان بيسندك، اكيد طبعا والاهلك يعني والدك ووالدتك، كانوا بيشجعوكوا ازاي؟ وخصوصا انت كمان قلت ان حصل فتره انت قعدت. ازاي هم قدروا ان هم يرجعوك ويشدوا بايدك تاني يعني؟ والله بصي، طبعا والدتي كتر خيرها هي اكتر حد بيدعمني يعني في الموضوع ده. والدي يعني كان متردد بيقول لك لا بلاش تدخل المجال. زوجتي طبعا هي في ظهري على طول الحمد لله. يا جماعه زوجته ايه يا جماعه؟ ده شكلك صغير جدا يا احمد. الحمد لله. بجد بس ما شاء الله حاجه حلوه يعني. الحمد لله، ده كرم من عند ربنا يعني. بس بجد حقيقه ربنا اللي رجعني فعلا تاني صديقي زي ما قلت احمد حسن راؤول الشاعر واستاذ عمرو مصطفى. حلوه. دول اللي رجعوني يعني، هم دول كانوا البدايه ان انا ابدا
ارجع تاني بقى وابدا اغني قدام الرئيس. عمرو مصطفى من الملحنين الكبار العظماء طبعا. يعني هو يمكن سنا مش كبير برضو قوي، لكن هو كبير مقاما وكبير طبعا في هذا المجال. ان هو برضو يبقى مؤمن بيك ويرجعك تاني، دي حاجة، دي حاجة تتحط في السي في عندك. هو أثر يعني بصراحة، هو أثر في حياتي جدا 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 في الفترة دي، وهو يعني وليه الفضل، ليه الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى ان هو رجعني تاني. يعني هو اللي عمرو مصطفى رجعك ازاي؟ يعني مثلا عمل لك اغنيه، لحن لك اغنيه؟ هقول لحضرتك، هو رجعني بفكره ان هو اختارني ان انا اغني الفواصل بتاعه الراديو، الراديو 90 تمام. دي كانت البدايه. بعد كده بدا عمرو يرشحني ان انا اغني قدام الرئيس. يعني هو اللي رشحني مؤتمر جامعه القاهره، وهو اللي رشحني افتتاح قصر المناره. لان الاغاني اللي انا غنيتها كانت الحان عمرو مصطفى وكلمات تامر حسين. تمام، فاهماني؟ فمن هنا بدات بقى فكره ان انا يعني بقى لي مع عمرو حوالي 6 سنين. انا مش عارف اشكره ازاي على اي حاجه بيعملها معايا. طيب هنرجع نتكلم على الملحن الكبير عمرو مصطفى وعن وقوفك قدام الرئيس عبد الفتاح السيسي في اول حفله في مؤتمر الشباب في القاهره. لكن نطلع لفاصل. طب نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع المطرب الشاب احمد الامير، لكن بعد الفاصل. يمكن كنا قبل الفصل بنتكلم مع ضيفي العزيز المطرب احمد الامير عن يعني او انتهينا عن وقوفه قدام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب المقام كان في الاسماعيليه. يمكن دي كان اول مره يقف قدامه، بس ما كانش بيغني لوحده. احمد اهلا بيك مره ثانيه. اهلا بيك. زي ما قلت ما كنتش اول لوحدك اول مره وانت بالزبط بتغني قدام سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب في الاسماعيليه. ده كان اول مره. دي كانت اول مره كنت بغني انا وفريقي العتيد لايف تيم. احنا عاملين فريق كده اسمه لايف تيم، انا ومجموعه من زمايلي عماد وكمال وعبد الله. كنا طلعنا برضو اول مره قدام الرئيس في مؤتمر اسماعيليه 4/2017 بالظبط 2017. ده عمره ما هيتنسي التاريخ ده. لا طبعا اكيد. احساسك وانت بتغني قدام الرئيس؟ لا احساس ايه؟ بص حضرتك، هقول لحضرتك حاجه. هي الفكره انك الفكره وجود الرئيس كانك بتغني لمصر، لان الرئيس طبعًا بيمثل مصر. تمام. بس اكيد كان في خوف، في رهبه، في مشاعر بتلخبط، في فرح. لا هو اقول لحضرتك حاجه، هو الرئيس يعني حبوب برضه طبعا. يعني هو شخصيه وكل حاجه، بس اول ما بفيت اول طله دي اللي هو لما يتحك لك انت تلاقي الدنيا معاكي فكت خالص. تعاملت معاه بشكل مباشر ولا بس غنيت وخلاص ورحت؟ لا رجعت تاني باك ستيج. لا غنيت ومشيت. تاني مره بقى كان في القاهره. تاني مره؟ لا تاني مره كان افتتاح قصر المناره. اوكي. كنت لوحدك بقى؟ خالص. ايه بقى؟ فلا افتتاح قصر المناره ده بقى كان قصه. هي الفكره جت منين؟ هما كنت انا شغال مع عمرو في المكتب، فكان في فكره ان دلوقتي افتتاح قصر المناره فاحنا لازم نعمل حاجه جديده. تمام. طيب يا جماعه مين اللي يغني الحاجه الجديده؟ احمد الامير. والله طبعا اكيد. هي قعدت تلف يعني انا والله ما كان في بالي خالص، يعني ما كنتش حاطط الموضوع في بالي. انا كنت حاضر الاغنيه من اول ما اتكتبت لحد ما اتوزعت لحد ما خلاص، ومش عارف ان انت اللي هتغنيها خالص. مش عارف ان انا اللي هغني. اوكي. لحد ما في مره لقيت عمرو بيكلمني يقول لي احمد تعالى عايزك. قلت له بس في ايه؟ قال لي بس تعالى. فلما رحت له قال لي بص انت هتغني الاغنيه بتاعت افتتاح قصر المناره قدام الرئيس. انا ما بقتش مصدق يعني، عارفه بقى اللي هو ايه، هغني تاني واشوف الرئيس تاني بقى، وفكره انك كمان بتفتح مكان جديد خالص والمكان هيبقى صرح وانت تشارك في الموضوع ده، دي حاجه كويسه جدا. فالفرحه بقى ما كانتش ساعاني، لما انا ما صدقتش الا لما لقيت نفسي واقف على الاستيج وبغني. بس اكيد كان احساس مختلف ان انت كمان واقف لوحدك خالص طبعا، مفيش حد معاك طبعا. طيب ويمكن ثالث مره كان في القاهره، في جامعه القاهره. طيب خلينا ننتقل بقى لنقطه ثانيه وكلمه ساعد رضا. غنيت اغنيتين بالظبط صح كده. برضو مين اللي اختارك في الفيلم ده؟ وطبعا عايزه ابارك لكل ابطال الفيلم، صديق العزيز طارق صبري، صديقتي العزيزه دينا فؤاد، يعني المخرج هاني حمدي، بجد انا ببارك لكم. وانا ما دخلتش زي ما قلت الفيلم، بس انا سامعه ردود الافعال للفيلم بجد حلو قوي. بس لازم تدخل فيلم مختلف. اكيد دخلته طبعا. فيلم مختلف جدا، فيلم رجعني انا لزمان، رجعني للحاجه بتاعت زمان، الكوميديه وتضحك بس هتحس انك عايش حياه. يعني زي ما هتضحك زي ما هتعيط زي ما هتنبسط،
هتعيش قصه. طيب ما تيجي نسمع حاجه من ساعه رضا، هتسمعونا ايه يا جماعه؟ محضرين ايه؟ تعمل فيا. ماشي يلا بينا. دي كلمات احمد حسن راؤول والحاني وتوزيع هاني كمال. هايل. يلا بينا. يلا. حلوه قوي. يعني في الايربيس قالوا لي ايه الحزن، يعني قاعده بجد مستمتعه بالاغنيه، كلمات والحان حلوه قوي قوي قوي. دي كلماتك؟ دي كلمات احمد حسن راؤول. اوكي. والحاني. حيل. وتوزيع هاني كمال. بجد انا بحييكم بجد الله. حلوه قوي. انت عملت اغنيه ثانيه متهيألي في ساعه رضا. اغنيه التتر رضا. التتر. كنت يعني متوقع ان هم، لان هم نجحوا، كنت متوقع ان الاغنيتين دول فعلا ينجحوا ويعملوا ردود افعال كده. والله كنت خايف. كنت خايف. هقول لك حاجه، هو الفكره كلها جت من اصلا هاني حمدي مخرج الفيلم ده عشره عمر. فكنت قاعد معاه في مره فبيقول لي، بقول لك يا احمد انا بعمل فيلم دلوقتي، الكلام ده بقى من السنه اللي فاتت على فكره، الفيلم بقى له يعني قعد فتره كبيره جدا يتصور. بتصور. تمام. فقلت له خلاص ماشي، طب قول لي الفكره وانا هعمل لك الاغنيه. هي كانت اغنيه واحده المفروض. فقال لي خلاص، فقال لي الفكره. فالمهم عملت له ضعف، اللي هي ضعف معاك، كان اسمها ضعف معاك، بقى دلوقتي اسمها بتعمل فيا. اوكي. فانا حافظ الاسم القديم اللي هي. ده مين اللي غير الاسم، انت ولا هم؟ هاني اللي غيره. هاني. اوكي. وفاجئني وانا ما كنتش اعرف، هو لقيته منزلها على الـ على الـ على الـ على النت السوشيال ميديا بتعمل فيا، فاللي هو انا مش فاهم. قلت له خلاص مش مشكله زي ما انت اخترت يعني. اوكي. فعملنا دي فعجبته جدا. وخلاص وخلصناها وتمام، وهو خلاص الاغنيه كونفيرم والدنيا تمام. قال لي طب بقول لك يا احمد ما تعمل اغنيه ثانيه للتتر. قلت له حاضر، بس الفكره الاغنيه الثانيه هي الفيلم. يعني الاغنيه الثانيه هي الـ الـ الفكره بتاعت الفيلم. نفس فكرتها برضو الهدوء لا ولا؟ لا قصه ثانيه خالص بقى. مكسره الدنيا اللي هو. لا قصه ثانيه خالص. مقسوم وكده؟ لا هي هاوس. هاوس. اوكي. موضوع ثاني يعني، فكره ثانيه. حاجه مختلفه. بس هي برضو كلمات احمد حسن راؤول والحاني، بس دي توزيع احمد فيدو. حد مختلف. بس هي الاغنيه دي للاسف ما خدتش حظها زي بتعمل فيا. ايه السبب فكرك يعني؟ ان بتعمل فيا كانت جوه الفيلم. تمام. فاتشافت اكتر او سمعت اكتر يعني. بالظبط. انما الاغنيه اللي في التتر دايما بتبقى مظلومه، بس ان شاء الله قريب هتبقى فيها مفاجاه. ما بتفكرش تنزلها انت؟ هنعمل كده. بس هيبقى نزولها بمفاجاه. هتصورها كليب؟ مش هيبقى كليب بمعنى اللي هو كليب اللي انا موجود بقى وبغني والكلام ده. هيبقى فكره بقى. فكره. طب ما تغششنا كده اي حاجه. اي حاجه كده يعني. هقول لحضرتك، هي هتبقى كليب بس كرتون. ايه؟ كرتون. كرتون. تصدق تبقى حلوه. يعني انا هعمل يعني كان فكرت في الموضوع ان انا هعمل الاغنيه وكل حاجه، بس هتبقى فكره الكليب كرتون. يعني ممكن مثلا الكرتون يبقى انا بصورتي. ممكن. تمام. وبقيه الشخصيات برضو موجودين بصور شخصيات حقيقيه، بس كلهم كرتون، مفيش حد فيهم طالع. ممكن كده. تعملهم كرتون بابطال الفيلم. والله لو وافقوا انا ما عنديش مشكله. هو لازم يوافق. بالظبط. لا اكيد متهيألي، اصل كان العمل ده بجد كانوا كلهم يعني، انا يمكن ديني عارفاها على المستوى الشخصي، طارق عارفاها على المستوى الشخصي، هاني يعني ما تشرفتش بيه يعني، بس في تواصل ما بيني وما بينه على السوشيال ميديا. كلهم ناس محترمين وبيحبوا نجاح اي حاجه يعني، بالتالي لو عرضت عليهم مش هيقولوا لا يعني. انا بيتهيألي ان انا فاجئت هاني اصلا دلوقتي، لان انا لسه ما عرضتش عليه الفكره. هو الفكره انا عندي انا. طب يا رب هاني يكون بيتفرج علينا دلوقتي. لا بيتفرج باذن الله. هو الفكره ان 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 انا عايز اعمل حاجه مختلفه. تمام. انا نفسي جدا ان ابطال الفيلم يبقى هم اللي موجودين في الكليب. او انا موجود بغني بالكرتون بس بحكي القصه اللي حصلت. فاهم قصدي ازاي يعني؟ انا شايف خلاص احنا بنستاذن من هاني ومن كل ابطال العمل. يا ريت يعني بجد هتبقى فكره حلوه جدا. نروح لاغنيه ثانيه. واغنيتك بقى انت الشخصيه تحت الشباك. ايه بقى ايه تحت الشباك؟ تحت الشباك دي اغنيه بقى لها معايا 12 سنه. 12 سنة. عملتها ومخلصها ولا؟ وتوزعت بدل التوزيع 10 لحد ما وصلنا للشكل اللي موجود دلوقتي. طب ما تيجي نسمع الشكل اللي موجود دلوقتي. يلا بينا. حلوة جدا جدا جدا. ألحانك برضو الأغنية دي؟ وكلمات أحمد حسن راؤول. أنت في واضح إن أنت في هم يعني، أنت يعني عاملين كرو مع بعض. بالزبط. يعني بالزبط. أخيرا الجديد عندك إيه؟ الجديد اللي موجود حاليا طبعا احنا سمعناها دلوقتي. دي المفروض هتبقى مرحله بعد الاغنيه بتاعه الفيلم الثانيه. اوكي. والموجود حاليا شباك. بالظبط. وهتصورها كليب. اوكي. بس هيبقى مرحله متقدمه شويه. وانا دلوقتي بشارك في مسرحيه سيره حب. اخراج دكتور عادل عبده، وبلعب دور العندليب الاصلي. عبد العزيز.
مبسوطة بيك جدا والله، حاجة حلوة جدا عندنا هو شباب مصري صوتهم عندهم عندهم طاقة حلوة جدا. قعدت شوية لكن رجعت، وإن شاء الله ترجع كمان بقوة كبيرة جدا طبعا معلش البرد يعني. الله يسلمك. المطرب أحمد الأمير بشكرك، نورتنا وشرفتنا في كلام البنات. ميرسي، ربنا يخليك، شرفت بيك. ميرسي. طيب زي ما انتم عارفين عندنا كلام كتير جدا، هنطلع لفاصل. بعد الفاصل، هل الزوج هيتحبس 6 شهور لو اتجوز على مراته من غير ما يقول لها؟ هنعرف بعد الفاصل. رجعنا لكم مرة تانية في استوديو كلام البنات. دلوقتي هنتكلم في موضوع مهم جدا، هل توافق على حبس الزوج 6 شهور لو اتجوز على مراته من غير ما يقول لها؟ طيب يعني ده مقترح قانون متقدم في البرلمان عشان يجبر الرجل انه يعرف مراته انه هيتجوز عليها، وهي بقى ليها القرار سواء تقبل وتكمل او ترفض وتنفصل. الحقيقه القانون ده عامل حاله جدل كبيره جدا غير طبيعيه على السوشيال ميديا، جدل هننقله هنا في الاستوديو، هنتكلم فيه ونتكلم عنه مع ضيفاتي اللي موجودين معايا النهارده في الاستوديو، الكاتبه الصحفيه هناء عبد الفتاح ودكتور ميرا الحسن ناشطه في حقوق المراه. دكتور ميرا ازيك؟ استاذه هناء عامله ايه؟ اهلا، مساء الخير. انتوا عكس بعض، دكتور ميرا مع جدا ان الراجل يتعاقب، بس طبعا استاذه هناء مش مع خالص. لا، بس خليني اقول لك في الاول دكتور ميرا، ليه موافقه ان الراجل يتحبس 6 شهور لو فكر انه يتجوز على مراته من غير علمها؟ هو مبدئيا مش فكره الحبس 6 شهور او سنه او كده، هم عملوا مقترح ان يكون فكره الحبس ليه؟ عشان نقدر ان احنا نعمل ردع للراجل عن اتخاذ الخطوه دي. اوكي، نقدر نقول ان معظم الرجاله بيجي لهم نزوات، اوكي، وممكن يفكر ويعيد تفكيره اكتر من مره. لو في قانون ممكن يعود عليه بالضرر وعلى اسرته لو قرر ياخد الخطوه دي. انا مش مع فكره الحبس لوقت قد ايه، انا مع فكره انه يبقى في قانون مفعل سواء بالحبس او اي عقاب تاني، بحيث ان هو يخلي الراجل يعيد تفكير في الخطوه دي ويرجع لزوجته ولبيته ياخد رايها يستشيرها. انت مع جدا انه لازم يكون في حاجه رادعه او يعني قوه رادعه تردع الراجل انه يخدع مراته وتساعده على الاقل اتخاذ قرار. طيب استاذه هناء، ليه انت مش موافقه انه الراجل يعني يتجازى او يتعاقب لان هو قرر انه يتجوز على مراته من غير علمها؟ لا، انا موافقه على ان هو يتعاقب، بس عقوبه تقييد الحريه دي عقوبه مبالغ فيها جدا. خلينا نكون متفقين ان جواز الرجل ده حقه شرعا وقانونا، من حقه يتجوز 4 مرات في وقت واحد، تمام؟ القوانين، قوانين الاحوال الشخصيه اللي موجوده ملهاش اول من الاخر، وكلها تقريبا بتصب في صالح المراه، لكن على الارض ما فيش حاجه منها بتفيد المراه. يعني هي مجرد قوانين لكن لا تنفذ، او يمكن علشان المراه كمان ما بتلجاش للقانون قوي. المراه بتلجا للقانون، لكن التلاعب والتحايل، احنا اساتذه في التحايل على القانون. بمعنى ايه؟ المحضر جه ما لقاهاش، العنوان غلط، ما اصلا اوريدي موجود في لائحه المأذونين ما يلزم المأذون ان انت عشان تكتب كتاب راجل متجوز انك تاخد عنوان مراته عشان تبعت لها، او تبعت لها حد يخبرها بده، او تبعت لها جواب مسجل بعلم الوصول. يعني المأذون لازم يبقى طبعاً هو كمان بيضمن حق الزوجة الأولى. طبعا ده لو ما عملش كده المأذون يبقى عنده مشكلة، اللائحة بتاعت المأذونين كده، والقانون بيلزمه كمان ان هو ممكن يبعت لها جواب مسجل بعلم الوصول. فإذا اصلا ضمان ان الست تعرف ده موجود، لكن هل ده بيحصل في الأرض؟ 90% من اللي بيتجوزوا بيقولوا بيتم اكتشاف جوازهم بعد ما يكونوا اتجوزوا اوريدي. انت حقك تتجوز وانا حقي تعرفني عشان اذا كنت هطلب الطلاق ولا اذا كنت هستمر. انت لما تحجب عني حقي في الاختيار ده ضرر مش جرم. إذا هو عادة الحتة دي بتجرح الست جدا، بتجرح أنثتها وثقتها في نفسها. أنت استخدمت حقك واتجوزت، طب ليه تحجب عني حقي في إن أنا أعرف؟ أنت كده ضريتني، بس ما أجرمتش، مش يستاهل إن أنت تتقيد حريتك وتدخل السجن وتبقى سوابق والولاد أبوهم يبقى سوابق، وست شهور منقطع عن شغله، دي كارثة. ده ممكن أنت مش عايزاه يتعاقب عقاب قاسي قوي كده.
انا شايفه ان غرامه محترمه تكفي جدا وترد الاعتبار، على الاقل حتى لو اخترت الطلاق الفلوس هتساعدها بعد كده. تصدقي والله هي افكار نيره. ليه احبسه؟ ليه احبسه؟ ما انت في الاخر، انت في الاخر بتجني على اولادك، انت بتاخدي القرار من موقع امومه وزوجه وربه بيت، لازم تفكري في اولادك اللي ابوهم هيبقى رد سجون ده، يعني ايه انت كده جبت لهم عرمه لحياتهم. احنا معانا النائبه سلاف درويش وهي عضو مجلس في البرلمان، عضو في البرلمان، وهي على فكره صاحبه مقترح القانون ده. الو مساء الخير يا فندم. استاذه سلاف. الو الو، واضح ان استاذه سلاف مش سامعانا كويس. نرجع نتصل، او يعني يا ريت ترجعي تكلمينا تاني يا استاذه سلاف لو سمحتي. زي ما انت بتقولي انه في افكار نيره اخرى ممكن كمان تكون في صالح المراه، يمكن في المستقبل لو حصل الانفصال او لو قررت انها تنفصل. هل انت شايفه انه دي افكار ممكن تعوض المراه شويه عن فكره ان هو يروح يتجوز عليها؟ انا مش شايفه كده. حتى لو موضوع الفلوس او اي عقاب تاني، دايما موضوع الفلوس بيبقى حاجه سهله قوي. انا ممكن ادبر مبلغ ده حتى لو كبير، ممكن اتصرف باي طريقه تانيه، ممكن استحمل اي عقوبه. فكره ان انا الحبس، انا بمنعه عن حياته لفتره، انا بضره فعلا. أوكي. انت مع بس في ناس ممكن تقول لك يا ميرا انه العقاب ده عقاب قاسي جدا. فكره ان هو المقترح القانوني اللي بيقول ان هو لو اتجوز من غير علمها يتحب الست شهور، ده في ناس هتقول ان هو قاسي شويه او قاسي جدا. حاجه معينه هنعتبر انه قاسي. اوكي. هل السيدات اللي قبل كده اللي مروا بتجارب زوجات تانية في العلاقه وجي جوزها بعد فتره طويله جدا، ممكن كمان توفاه الله، واكتشفت ان هي عندها اخوات لولادها، أيوة. اكتشفت ان في جزء من الميراث هي ما خدتش حقها، ولادها ما فيش جزء. انا احنا مش يعني انا مش بهاجم الراجل، مش طالعه اقول طيب. احنا نحبسه وعمل وحل. هرجع لك تاني دكتور ميرا، بس معانا النائبه سلاف درويش. الو مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذه سلاف، اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك استاذه سلاف. سياده النائبه، عايزه اعرف من حضرتك مقترح القانون لحد دلوقتي وصل لحد فين؟ هو لسه لحد الان يعني ما تمش المناقشه فيه حتى الان، اللي احنا التوقيت اللي احنا فيه دوت. نعم. دخل اللجنه التشريعيه، ولكن لم يتم لجنه التضامن خش منها. ولجنه التضامن حتى الان لسه ما تمش مناقشته. بس يعني فلسه حتى الان ما فيش اي حاجه فيه في البرلمان. لكن خليني اسال حضرتك سياده النائبه، يعني اختيار الموضوع نفسه حضرتك فكرتي ايه؟ معلش بيقطع. حضرتك فكرتي ازاي في الموضوع ده واختيارك وقع على الموضوع ده ليه؟ اعتذر، الصوت مش واضح خالص. مقترح القانون اللي حضرتك مقدماه اخترتيه نيابه او استنادا على ايه؟ يعني انا بتكلم في بناء أنا على ان بعض الزوجات بيقضوا عمرهم كله مسانده لزوجهم، وياتي بعد فتره طويله او بعد ما يتوفاه الله تفاجئ ان هو متزوج عليها برغم ان هي ضحت. في بعضهم يعني التملي لله وحده، ما فيش، ما ينفعش نقول ان كل السيدات زي بعضها ولا كل الرجال زي بعضها. لا. ولكن الحق ان هو لازم ان الست تعلم ان هي سوف يتزوج عليها الرجل. طيب. هل انا بعد ما اقعد 20 سنه بشتغل وايدي في جوزي عشان اربي ولادي يفاجئ انه متزوج عليا بعد 10 15 سنه وانا بقتطع من حياتي بالكامل ومن رفاهيه ان انا ممكن ما نفرقش خالص عشان اوفر؟ انا عارفه ان هو احساس مؤلم جدا من حياتك طبعا عشان تاتي لزوجه اخرى. طبعا من يعني مش عداله، مش عدل اكيد اكيد. بس هل انت شايفه انه ممكن يكون في جدل على مقترح القانون ده؟ انا حضرتك صوت، انا مستمعه حضرتك. مش شايفه انه في او وصل لك بعض من ردود الافعال الرافضه للمقترح ده؟ طبعا هو مفيش حاجه ممكن لم يجتمع الناس على شيء. طيب حاسه ان هو ممكن يكون كان يبقى في عقوبه اخرى؟ حينما الرسول عليه الصلاه والسلام حينما اخبره علي انه سوف يتزوج قال له سوف تؤذي فاطمه يا علي، فرجع علي عن هذا الزواج لانه وقال له اخبر فاطمه ولكن سوف تؤذي فاطمه يعني. طب احنا ازاي بقى نضمن تنفيذ العقوبه دي وما يتمش التلاعب؟ ايه يا فندم؟ ازاي نضمن تنفيذ العقوبه لو فعلا المقترح القانون ده اتفعل؟ ازاي نضمن عدم التلاعب وتنفيذه فعليا؟ هو كله مرتبط بالمأذون وانه لازم يخبرها ولازم هي تستلم الاعلام بذلك.
الاعلامها واستلمت الاعلام. وعلى فكره في زوجات كتير بتقبل ان هي تبقى زوجه رقم 2، كتير جدا بيقبلوا ده. اكيد بشوفه. ان كنت يعني تقدر وتستطيع ولديك الباء وتقدر تصرف وتقدر تعيشهم فزوج 2. طعم بس لازم هي توافق هي رجل بذلك الامر، ليه لا؟ او ترفض. حد يقول لك لا ده حقك، الشرع بيقول كده حقك. نعم. ولكن اعلمها، نعم، مطلوبه بس. نعم، احنا لا نتدخل في الشرع. شكرا جدا ليكي يا سياده النائبه سلاف درويش، عضو مجلس البرلمان وصاحبه مقترح القانون اللي احنا بنتكلم عنه النهارده. حضرتك دكتور ميرا كنت لسه بتقولي برضو من ضمن كلامك النائبه، سياده النائبه سلاف بتقوله انه ممكن الست تقضي عمرها كله بعدين تفاجئ ان هو كان متجوز بيه واولادها لهم اخوات والحاجات دي، مشاكل ميراث ده بعد الوفاه. اه طب نجيبه منين بعد الوفاه عشان نسأله؟ نجيبه منين عشان نسأله؟ عفوا بس انا ما فيش حاجه اسمها برضو معذره اجيبه منين، لانه خليني اقول حاجه بعيدا بقى عن الست، في ظلم هيقع بالضروره وبالتبعيه على افراد الاسره، لانه بعد فتره طويله انا ما اعرفش الست الثانيه اللي هيكون متجوزها هي ست سويه، ست كانت متجوزه لاغراض معينه. سوية. خليني اكمل في النقطه بتاعت الميراث والحاجات دي كلها، ان بيحصل مشاكل كتيره جدا تم اثباتها في حالات كتير قوي، حصل ضرر كبير قوي على الاسره. واضيف على ده حاجه كمان، يعني احنا عملنا في اكتر ابحاث قبل كده في مؤسسات تابعه لينا وتابع الامم المتحده عن تقييم وتقارير لدور يعني دور المرأة في المجتمع وتأثير الزيجات الفاشلة اللي حصل فيها ضرر نتيجة لزوجة تانية وطلاق وكمية المشاكل ده حاصل فعلا. طيب استاذة عايزة برضو اسمع منك كلمات اخيرة بسبب في هذا الموضوع. انا هاخد من كلام دكتورة ميرا، سوية او مش سوية دي حاجة ترجع له، ده اختياره هو يتحمله في الاخر. انا بتكلم دلوقتي ان القانون ده السادة النواب وهم بيحطوا مشاريع القوانين اللي هتمشي عليها حياتنا لازم يمدوا الخط على استقامته ويشوفوا على الارض ايه اللي هيحصل. القانون ده لو اتفعل الجوازات العرفي هتزيد جدا، خراب البيوت هيزيد جدا. ده ممكن يكون برضو حل رادع انه الزوج يفكر ألف مره قبل ما يخدع زوجته الاولى. ايه الجرم اللي هو عمله؟ هو عمل هو مش ضرر. الجرم مش في انه يتجوز، هو الجرم ان هو بيخدع مراته. لا ده مش جرم، ان هو ما قالش ده مش جرم، ده ضرر. عايزين نسمي الامور بمسميات. نفسيا يعني نفسيا نتكلم جرم اللي هي جريمه. ست شهور ده حاجه بشعه جدا، ان انا اخلي ابو ولادي سوابق وولادي ست شهور ابوهم اكيد لو بيشتغل محبوس هيترفد من الشغل. نعم. مستقبلهم اتدمر، مش هنعرف نصرف. نعم. عليهم. العيشه هتبقى مستحيله بعد كده. يا جماعه نحط الامور في مسمياتها، هو طبعا دي خيانه، انه ما يقولش دي خيانه بس عقوبتها ما تبقاش. طب وعقاب الخيانه ممكن يكون ايه في وجهه نظرك؟ عايزين نعمل غرامه، انت استخدمت حقك وحجبت عني معلومه تخليني استخدم حقي تدفع غرامه بس. موضوع كلام لطيف جدا. دكتور ميرا موافقه على الموضوع ده؟ لا انا مش موافقه على ده، انا هقول حاجه واحده بس. استاذه هناء قالت نقطه مهمه جدا، انا بدمر حياه بني ادم بانه بيتحبس بيبعد عن شغله وهيضر اولاده. مظبوط مظبوط. اوكي بس احنا دلوقتي خايفين ان ندمره، بس عادي جدا ان هو يدمر اسره كامله ويدمر مراته ويدمر كل اللي حواليه. هي بتقول لك ان هو بيستخدم حقه في الاخر. اوكي استخدم حقه. اقول لحضرتك نقطه بسيطه جدا. اوكي دايما الشخص القوي ما يبقاش عنده مشكله في المواجهه، فان هو يشارك حريه اكمل. عقاب عدم المواجهه الغرامه، انما حبس ده حبس ده هيطلع مش خليني اقول نقطه انت ارجع لها ويطلع ومش هيرجع شغله، ده مأساة. طيب ما هي الزوجه الثانيه ممكن تسحب كل حاجه من الراجل وفي حل وما تخليش حاجه للزوجه الاولى، فده برضو بيبقى ضرر كبير جدا وجرم كبير جدا. انا هقول لحضرتك ارجع يعني للنقطه الزوجه الثانيه بقى ايه اللي هيحصل بقى؟ يعني كده خلاص ضمننا حقوق الزوجه الاولى؟ يا جماعه يا جماعه الحبس ده عقوبه بشعه جدا في الامور دي، وكده ثلاث ارباع مصر ده هناك بعد حضرتك نقطة الوقت مخدوعين بقى فيها. احنا قلنا في شخص قوي في شخص ضعيف، بس اكمل جملتي للاخر. اوكي اتفضلي. طيب دايما الشخص القوي بقاش عنده مشكله انه يقعد ويتناقش، ما هي المشكله ان في الحاجات دي بيبقى الشخص ويقنع اللي قدامه او يتفطر او كل الكلام ده. طيب مفيش حاجه اسمها ما ينفعش اقول على الست وجع دماغ لانها طرف زيها زيه. وعلى فكره في ناس بتبقى من باب الرحمه بتخبي، يعني انا مراتي مثلا عيانه مريضه دي بتبقى ظروف برضه حفاظا على مشاعرها خبيت عنها، يبقى العقاب ان انا اترمي في السجن 6 شهور؟ طبعا لو في الظروف
الظروف اللي زي دي طبعا اكيد يعني بيبقى ان هو يخبي عليها بيكون احيانا افضل. لكن عموما انا يعني عموما انا لسه ما كملتش الجمله اللي انا هخليها تقتنع في الاخر اساسا. انا بحترم رايكم انتوا الاثنين النهارده، انتوا موجودين معايا عشان نسمع وجهتين النظر. انت عندك حق وكمان الاستاذه عندها حق، الاثنين انتوا الاثنين ممكن تكونوا صح او يعني ممكن يكون برضو رايكم مش مناسب لكل الناس، انما في الاخر سمعنا رايين مختلفين، ودي يعني احنا في الاخر عايزين نوصل للناس الاراء المختلفه عشان يقدروا يستفيدوا اكتر. بشكركم جدا على وجودكم معايا النهارده. ميرسي. شكرا. مشاهدينا بكده يكون يومنا خلص النهارده في برنامج كلام البنات. اتمنى يكون اليوم النهارده كان لطيف. انا مبسوطه جدا وانا موجوده معاكم النهارده. هنشوفكم بكره في يوم جديد وحلقه جديده من كلام البنات.